تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. القوة الناعمة والقوة الناعمة المضادة، في تعبير لعالم السياسة الأمريكي جوزيف ناي اللي هو تعبير القوة الناعمة، وهو أستاذ السياسة المعروف وأحد تلاميذه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ده تعبير بيشير إلى الثقافة بشكل أساسي، يعني في القوة الصلبة الجيش بشكل أساسي، القوة الناعمة الثقافة بشكل أساسي. وقلنا قبل كده إن مصر مضت خطوات عظيمة في اتجاه تعزيز القوة الصلبة، وترتيب الجيش بقى العاشر في العالم بعد الجيش الألماني، إنما مصر لم تمضي في نفس السياق في إطار القوة الناعمة، بل تولد ما يمكن أن أسميه القوة الناعمة المضادة، اللي هي فيها عنصر الشهرة والانتشار والذيوع والتواجد والنفوذ والتأثير، وجزء فيه فن وجزء فيه أدب وجزء فيه أشكال أخرى للثقافة، إنما كل ده عبء على القوة الناعمة المصرية في سياق التسفية، إن بيطلع ناس تسفه من قدر الوطن ومن قيمة الدولة ومن قيمة التاريخ ومن هيبة مصر تحت دعوة التسلية، عينيهم على فيسبوك على بعض الإفيهات في وسائل التواصل، لما بقابل بعض الأشقاء العرب يقول احنا بنشوف مصر عشان نضحك أو عشان نتسلى، بيبقى ده كلام مؤلم جدا. مصر مش مضحكة ولا ينبغي أن تكون، ومصر مش مادة للتسلية ولا ينبغي أن تكون، لأن الضحك والتسلية ليه أساسه أو ليه وجوده في السينما الكوميدية أو في المسرح، لكن ما ينفعش يكون الثقافة المصرية أو الإعلام المصري مادة لتسلية أنفسنا أو الآخرين أو للضحك علينا من قبل أنفسنا أو من قبل الآخرين. التسفيه عدو، والتسفيه جزء من القوة الناعمة المضادة. وقبل كده كان في شعار مشهور جدا، من فضلك لا تجعل من التافه شخصا مشهورا، على الأقل ابدأ بنفسك، لما تلاقي حد تافه ومشهور أرجوك لا تطالب بالتقاط صورة معه، خلي يشعر أنه تافه، ما تعظموش نتيجة التقاط صورة مع هذا التافه. والسياق الثاني التدمير، أن بعض الناس بدعوى الثقافة والفكر يبدأ يدمر تاريخنا ورموزنا ويدمر مراحلنا التاريخية المتعاقبة، عشان نكون أمة بلا تاريخ أو أمة لها تاريخ سيء، لأن بعض الأمم ما عندهاش تاريخ أو بعض الدول ما عندهاش تاريخ، فإحنا كمان مش هنخلي عندنا تاريخ. داعش نجحت إنها تنسف كتير من تاريخ العراق وتنسف كتير من تاريخ سوريا، إنما حاليا النسف في مصر هو نسف التاريخ ثقافيا. نطلع في التلفزيونات نقول في المقالات في الندوات والمؤتمرات تحت دعوة نحن مفكرين وفلاسفة ندمر كل تاريخنا، داعش فكرية وأمر مضاد للقوة الناعمة المصرية. خلاصة القول، موجز ذلك، القوة الناعمة المضادة خطر على الأمن القومي المصري. الرئيسة إيفانكا ترامب العائلة بديلا للديمقراطية. إيفانا ترامب هي والدة إيفانكا ترامب، كتبت مذكراتها وقالت إن إيفانكا بنت الرئيس ترامب بتخطط تكون رئيسة أمريكا خلال 15 سنة. وقالت والدة إيفانكا ترامب إنه احتمال ترشحها هو احتمال كبير، وإنه إيفانكا بتخطط فعلا للرئاسة، وإن والدها الرئيس ترامب بيشجع على ذلك، وإن هي بدأت بالفعل حملة انتخابية استباقية. الرئيس ترامب كلامه مش بالضرورة بيكون مراجع بشكل دقيق، هي بتراجع كلامها بشكل دقيق، بتحاول تبين إن إيفانكا ترامب غير دونالد ترامب. الأمر الثاني، بتخفف من تصريحات الوالد، لما الرئيس ترامب يقول كلام يبقى مزعج جدا، هي تخفف من تصريحات الوالد علشان تبدو أكثر اعتدالا وأكثر عقلانية. أيضا إيفانكا ترامب لأن والدها ضد موضوع البيئة، فهي رئيسة لوكالة لحماية البيئة
علشان خاطر خصوم والدها ما يبقوش خصومها في المستقبل. القناة الرابعة في التلفزيون الأمريكي قالت إن إيفانكا ترامب تخطط لكي تكون رئيسة، وإن هي موجودة مع والدها مستشارة بدون مرتب علشان تاخد خبرة البيت الأبيض. إذن الوالدة والوالد إيفانا ترامب ودونالد ترامب الاتنين بيؤيدوا إن إيفانكا ترامب تستعد تكون رئيسة لأمريكا خلال 15 سنة، موجودة في البيت الأبيض، بتاخد مسافة من والدها، عندها طاقم بيشتغل معها من دلوقتي علشان تكون رئيسة في المستقبل. هنا بقى ظاهرة جديدة مخيفة، مش جديدة إنما بدأت تزيد وهي مخيفة جدا في الديمقراطية، اللي هي العائلة بديلا للديمقراطية. من وقت الرئيس جون كينيدي والناس فكرت في أخوه روبرت كينيدي، وكده فكروا في أي حد من آل كينيدي. وبعد فترة جاء الرئيس بوش الأب، ثم الرئيس بوش الابن، ثم التفكير في الرئيس الثالث جيب بوش أخو بوش الابن وابن بوش الأب، ثم التفكير في جورج بوش الثالث اللي هو جورج بوش ابن جيب بوش ابن جورج بوش الكبير. في هذه الحالة بنتكلم على إن عائلة بوش رغم إن رئيس بوش الابن لم يكن مؤهلا على الإطلاق إن يتولى رئاسة أمريكا ولا حتي أقل من ذلك، إلا إن باسم العيلة عائلة جورج بوش هي الداعم الرئيسي لبوش الابن والآن لبوش الثالث. دلوقتي عندنا الرئيسة أو المرشحة الرئاسية السابقة اللي هي هيلاري كلينتون اللي حاولت تكون رئيسة على حس برضه اسم عائلة كلينتون، فبقى الرئيس بيل كلينتون والراغبة في الرئاسة هيلاري كلينتون، والرئيس بوش الأب والرئيس بوش الابن والرئيس المحتمل بوش الثالث. دلوقتي لدينا جديد عائلة ترامب أيضا، الرئيس دونالد ترامب وإيفانكا ترامب التي تخطط من الآن لكي تكون رئيسة لأمريكا. المخططين في الأحزاب بيشوفوا بدل ما أقعد أزعج الناس بأسماء جديدة وأصرف مليارات عشان يعرفوا مين الاسم الجديد، طب أنا أوفر دعاية. لو إن إيفانكا ديت اسمها إيفانكا شارل مفيش إمكانية سهلة علشان خاطر أقدمها للناس، لكن لأنها إيفانكا ترامب فاسم ترامب خلاص بقى معروف في كل أمريكا، يبقى الأسهل الاستثمار في اسم إيفانكا ترامب. وكذلك جورج بوش لو اسمه جورج آدمز مش هيكون معروف في أمريكا، إنما لأنه جورج بوش في هذه الحالة بيوفر حملة إعلانية بأرقام خرافية علشان يقدمه جورج بوش الابن أو جورج بوش الثالث أو أي حد من آل بوش في المستقبل. وكذلك في حملة كلينتون لو هيلاري كلينتون مش اسمها كلينتون، هيلاري أي حاجة تانية، كان صعب جدا جدا الحزب الديمقراطي يقدمها. كده خطر كبير جدا على الديمقراطية في أمريكا، لأن العائلة بقت هي الديمقراطية، وبقى المال هو الانتخابات، وبقى الإعلام هو الناخب الحقيقي اللي بيرجح يمينا ويسارا. ماذا بقي من الديمقراطية إذا العائلة بهذا النفوذ، وإذا المال بهذه المكانة، وإذا الإعلام بهذا الحسم؟ ماذا بقي من حق الناس الطبيعيين والعاديين والبسطاء في أمريكا في الاختيار الديمقراطي؟ لم يبقى الكثير للشعب في العملية الديمقراطية مع تطور النظرية إلى حد أن تكون العائلة بديلا للسياسة. ألمانيا تحاصر تركيا. الأزمة بين ألمانيا وتركيا أزمة كبيرة جدا بتمتد كل شوية، بعضها متعلق بملف الكردي، بعضها متعلق بسياسات في سوريا، بعضها متعلق بفتح الله جولان، بعضها متعلق بالاعتقالات اللي موجودة في تركيا على مدار الساعة. إنما في كل الأحوال في أزمة كبيرة بين عملاق أوروبا ألمانيا وبين تركيا. وزير خارجية ألمانيا قبل كده قال طول ما الرئيس رجب طيب أردوغان موجود في السلطة لا يمكن تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. إنما الزعيمة ميركل بدأت هي كمان تتكلم وتقول إن احنا مضطرين ناخد مواقف اقتصادية في مواجهة الرئيس التركي والنظام التركي.
وبدأوا فعلا ما أسمته محطة روسيا اليوم حصار ألمانيا لتركيا. فالبنوك الكبيرة بقت دلوقتي تاخد مواقف تجاه تمويل المشروعات في تركيا، من بنك الاستثمار الأوروبي، من البنك الألماني للتنمية، من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، كل دول بقوا واخدين مواقف تجاه تمويل المشروعات في تركيا. بنوك القطاع الخاص انضمت للبنوك الكبيرة أيضا في عدم دعم المشروعات أو تمويل المشروعات داخل تركيا. ده بقى عامل ضغط كبير جدا على الاقتصاد التركي، ضغط كبير جدا على الليرة التركية اللي تتراجع تدريجيا تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والحصار الألماني لتركيا. الجماعة الأكثر تطرفا من داعش. نيجيريا هي أكبر دولة في إفريقيا. نيجيريا 150 مليون نسمة، تقريبا نصهم مسلمين ونصهم مسيحيين. المسلمين في الشمال حوالي 75 مليون، والمسيحيين في الجنوب حوالي 75 مليون هم كمان. الجنوب فيه النفط البترول، والشمال أقل ثراء من الجنوب. ده اللي خلى من 50 سنة بالظبط 1967 حركة هناك حاولت تستقل بإقليم بيافرا. إقليم بيافرا الجنوبي، النخبة المسيحية في الجنوب قالوا البترول عندنا، ليه يكون على كل نيجيريا، نستقل ويبقى البترول لينا. ودي فكرة موجودة في كل الأماكن اللي فيها بترول، تحاول تستقل عن المكان الكبير عشان يكون العائد النفطي ليها. وحصلت حرب بيافرا أو الحرب الأهلية النيجيرية، وفي 8 شهور من الحرب فرنسا أيدت بيافرا، إنما إنجلترا أيدت الحكومة الاتحادية. وضرب هنا وضرب هنا، بعد كام شهر نجحت الحكومة الاتحادية إن هي تقمع هذا الانفصال وتلغي انفصال بيافرا. إنما في النهاية بعد شهور مليون قتيل، مليون قتيل في حرب بيافرا 1967، الحرب الانفصالية في جنوب نيجيريا. بالإضافة إلى ذلك، إلى الآن كل يوم ناس بتموت نتيجة الألغام والقنابل اللي لسه موجودة في المنطقة الجنوبية من نيجيريا. إنما بعد 50 سنة في مشاكل بقى في الشمال بتشتد يوما بعد يوم. المشكلة اللي هي بوكو حرام، الحركة اللي هي أخطر من حركة داعش وأكثر تطرفا من تنظيم داعش، واللي البعض بيقول إن تنظيم داعش جنبهم يبدو كتنظيم معتدل. تنظيم بوكو حرام بدأ 2002، إلا إنه 2009 بقى عنده مستوى قوي جدا في الأداء. تنظيم بوكو حرام موجود شمال نيجيريا، قبل كده بيافرا كان جنوب نيجيريا. بيافرا كانت محاولة انفصالية على أساس اقتصادي، إنما بوكو حرام محاولة انفصالية على أساس من التطرف الديني. شخص اسمه محمد يوسف متطرف، هو اللي أسس جماعة بوكو حرام، وبعد كده قتل وتولى مكانه أبو بكر شيكاو. وبكر شيكاو يبدو شخص غريب الأطوار، يبدو مختل عقليا في أوقات كتيرة جدا، تلاقيه واقف يرقص يتكلم بطريقة غريبة جدا، وأثر كتير جدا من فتيات المسلمين، ودمر كتير جدا من قرى المسلمين، وأنهك حياة المسلمين بحجة إقامة دولة للمسلمين. مات قد إيه بقى نتيجة هذه الأعمال؟ إلى الآن 20,000 قتيل، 20,000 قتيل، 2.5 مليون مشردين بلا مأوى. القرى اللي موجودة في هذا الإقليم، ولاية برضو اللي هي شمال شرق نيجيريا، ما عادش موجود حد آمن في هذا المكان. أوقات ياخدوا أطفال، طفلة قريب جابوها عندها 10 سنين، حزام ناسف، هي أصلا ما تعرفش إن ده حزام ناسف، ولا بس ما توصل السوق تشد الحزام بالطريقة ديت، وصلت شدت الحزام ماتت، ومات كل اللي حواليها في عملية انتحارية ورطوا فيها طفلة. خطفوا كتير جدا من فتيات المسلمين أو غير المسلمين، وقالوا هنبيعهم إيماء في الأسواق، القضية اللي هزت العالم كله. تقريبا مفيش إساءة للإسلام أكتر من اللي عملتها حركة بوكو حرام. ده اللي خلى الحركة
تبدأ نتيجة الضغوط الكتيرة جدا يحصل فيها انشقاق. فبقى الانشقاق دلوقتي يعني اللي انشقوا اللي بيقدموا نفسهم كمعتدلين دول تنظيم داعش. مين زعيمهم بقى؟ ابن محمد يوسف اللي هو أسس في الأول خالص تنظيم بوكو حرام. محمد يوسف عنده حبيب، فبقى حبيب محمد يوسف هو اللي اسمه دلوقتي الدعائي أبو مصعب البرناوي. أبو مصعب البرناوي اللي هو أمير ولاية أو حاكم ولاية غرب إفريقيا الداعشية، طبعا كلها ألقاب فارغة إنما كلها في إطار فكر الداعش. بايع أبو بكر البغدادي وقال إن هو يعمل ولاية في غرب إفريقيا، وأصبح حبيب ابن محمد يوسف ده اللي هو حاليا اسمه أبو مصعب البرناوي هو اللي ماسك ولاية غرب نيجيريا. هو بقى بيقول إن داعش أكثر اعتدالا وإن بوكو حرام أكثر تطرفا، وبيحاول يقدم نفسه إن لازم الناس تحترم تنظيم داعش لأن ضوابطه أكثر من ضوابط حركة بوكو حرام وفي كل شر. تخيل بقى ما يكون بلد زي كده، نيجيريا أكبر بلد في إفريقيا وكمان أكبر بلد للصوت في العالم عموما. يعني الرئيس السابق كان بيقول، الرئيس النيجيري السابق بيقول من كل 3 سود في العالم في 1 نيجيري، يعني تلت السود في العالم من أصول نيجيرية. يبقى إذن البلد الكبيرة جدا ديت اللي هي 150 مليون نسمة اللي فيها نفط خاضت معركة من 50 سنة في انفصال الجنوب لا تزال تعاني منها إلى الآن، ودلوقتي معركة في الشمال ما بين بوكو حرام وما بين تنظيم داعش. خسرت نيجيريا وخسرت صورة المسلمين وخسرت غرب إفريقيا كلها بنمو هذه الحركات المتطرفة بدءا من بوكو حرام وانتهاءا بتنظيم داعش في نيجيريا. الانقسامات داخل بوكو حرام رصدتها محطة فرنسا 24. إعلام داعش بث مقطع مع أبو مصعب البرناوي تسمعه كأنه فعلا بيتكلم كلام جد، إنما دي جماعة إرهابية مدمرة وكل ما يقولونه ليس صحيحا بأي حال ولا علاقة له بصحيح الدين. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.